كان يا مكان في تاجر همام، كان مسافر في طريقه ومعاه حصانين، حصان ماشي بسرعة هنسميه الحصان الأمامي، وحصان بطيء شوية هنسميه الحصان الخلفي، وكل حصان فيهم كان شايل حمولة. فالحصان الخلفي كان ذكي بس عنده حيلة ومكر شوية، فقال لو أنا تباطأت كل شوية التاجر هياخد من الحمولة بتاعتي يحطها على ظهر الحصان النشيط، وبكده ارتاح انا من عناء السفر. وبالفعل التاجر كان بيعمل كده، كان بياخد من على ظهر الحصان الخلفي اللي هو الذكي ويحط على ظهر الحصان السريع النشيط علشان يسعفوا ويوصلوا بسرعة. وكان الحصان الخلفي جه جنب الحصان الامامي قال له خليك انت كده اشتغل واكدح، لكن انا بشغل عقلي، انا اذكى منك وهريح نفسي. لحد ما وصلوا لمكان المستقر والمنزل بتاع التاجر، فالتاجر قال لنفسه طب انا احط ليه الاكل كله للحصان، للحصانين مع بعض، ما احطه للحصان النشيط وهو كده كده بينقل البضاعة بتاعتي، والحصان التاني اللي مفيش منه فايدة ده اذبحه واستفيد بجلده. وبالفعل التاجر ما كدبش خبر وعمل كده. فيا ترى احنا في حياتنا زي الحصان الحكيم الاولاني، ولا زي الحصان الذكي صاحب الحيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم.